كنتم تشعرون فعلا بالقلق على الوضع الإنساني والمعيشي في سوريا فارفعوا أيديكم عنا، أوقفوا ضخ السلاح ودعم الإرهابيين، ارفعوا العقوبات والحصار عن الشعب السوري وعودوا إلى العقل وسياسة المنطق، عندها نطمئنكم أننا سنكون بخير كما كنا دون قلقكم وخشيتكم الشديدة علينا. وعندما خرج وزير خارجية سوريا بادرته الميادين بالسؤال: أنت تريد المكاري كان عم يستنى برا لما أنت كنت جوا؟ ما قاعدين جوا التقيت مع كاري؟ لا 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 ما التقيت ما التقيت، بس هو نطر برا. خليه ينطر. عندكم تعليق على تصريح بومبيو اليوم؟ مين بومبيو؟ رئيس وزراء خارجية وزير خارجية. أه منيح اللي بتذكر، أنا ما بعرفه. بي بي سي العربية، عساف عبود. قيم الكمامة لأسمعك لأنه صوتك واطي. والله حاسب حساب إنه بدك تعمل فيه هيك. والله. طيب هلا بدنا ناكل تنبيه من البي بي سي. نحن ممثلين للشعب والدولة نعم، لكن فليعلم الجميع أن لا أحد في العالم، والتجربة خير دليل على ما أقول، لا أحد في العالم سيد كاري، لا أحد في العالم له الحق بإطفاء الشرعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سوريا إلا السوريون أنفسهم، هذا حقهم وواجبهم الدستوري، وما سيتم الاتفاق عليه هنا مهما كان سيخضع للاستفتاء الشعبي، فنحن مخولون هنا بنقل ما يريده الشعب لا بتقرير مصيره. يعني من يعرف موقفنا في وزارة الخارجية يجب أن يعود إلى اجتماع عقد في سويسرا عندما تعرض كاري للقيادة السورية، لا جيفري ولا أبو جيفري ولا معلم جيفري هو الذي يخطط كيف ستكون سوريا ومن يقود سوريا، شايف كيف؟ لذلك أرجو أن يزول هذا الوهم. نحن لا نقرر من سيقود الولايات المتحدة، يمكن نكون مرتاحين لترامب أنه عم بيخرب البلد، لكن لا نسعى إلى ذلك، وعليهم أن يلتزموا بالمثل أن لا يقرروا ماذا سيجري في سوريا مستقبلا، لن نسمح لهم.